اطعم الطعام وكسوة المحتاج وفك الكروبات. اتبرع على الحساب 02-411-3013-48-18. اتكن في ايدينا لسه الخير بينادينا. برحب دلوقتي بالاستاذ اسلام امين المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه. بشرفني دلوقتي بالاستوديو. اهلا بك استاذ اسلام. ويعني مجهود تشكروا عليه وابواب الخير كتيره، وانتم اخترتم من ابواب الخير حاجات ممكن تكون من اهم ابجديات الحياه، الميه طبعا يعني، وهي اهم وهي سر الحياه. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. وايضا ان يكون في من ضمن الحملات اللي انتم بتقوموا بيها حملات اعمار المساجد. كلمنا كده يعني، ادينا فكره والمشاهدين ايه الحمله دي يعني بتهدفوا بيها ايه، وايه المساجد اللي انتم يعني ممكن تكون هي دي المنطقه او اللي يقع عليها الاختيار ان هو هنقوم باعمار المساجد دي او احلال وتجديد المساجد دي. احنا عندنا مجموعه مهام في نبض الحياه. نعم. المهمة الأولى هي إن احنا نعيش الناس في حياة كريمة. الناس اللي ما عندهاش مية، الناس اللي ما بتقدرش توصل لأبسط شيء في الحياة اللي هو وصلة المية، بنساعدهم يكونوا في حياة كريمة ونوصل لهم وصلات المية. تمام. طب ليه اهتمينا بالمساجد؟ اهتمينا بالمسجد لأنه صدقة جارية. في الأساس بناء المسجد ده صدقة جارية وكل الناس تحب تساهم فيه. لكن اهتمينا بإعمار وتشييد المساجد علشان النقطة اللي حضرتك ذكرتيها في بداية الحلقة خالص. إن احنا دلوقتي عندنا مجموعة من الحروب اللي بنسميها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس بتحصل على شبابنا. ولما نيجي ندور فيها إيه سبب ده؟ ليه المجتمع ما بقاش متماسك بالشكل بتاع زمان؟ ليه بنلاقي دلوقتي السوشيال ميديا والشباب بتروج أي حاجة تلاقيها وتبعتها لبعض وتعمل منها ترند مرة واحدة؟ هو في النهاية عنده مشكلة، عنده فجوة حصلت ما بينه وبين الترابط الاجتماعي، ما بين الموروث الثقافي، ما بين الموروث الديني، بقى الوعظ الديني مش موجود، بقى الدور الاجتماعي للمسجد مش موجود، دور الأسرة بقى قليل، الأب مشغول في شغله، الوالد في شغله، فلقينا إن هنا دور المسجد. لما بدأنا نبحث عن دور المسجد في بناء المجتمع، لأن المسجد ده فعلا ممكن يخلي مصر أحلى. صحيح. المسجد لو هو بدا يبقى فعلا نقطه انطلاق شعاع ثقافي وشعاع حضاري وشعاع ديني، ويبدا يحصل يرجع فيه تاني دروس للطلاب، ويرجع فيه تحفيظ قران كريم، ويرجع فيه الناس تتقابل 5 مرات في اليوم وهي بتصلي وتسلم على بعض ويطمنوا على بعض، لقينا ان المسجد اهتمامنا ببناء المسجد احنا بنبني فعلا زي ما النبي عليه الصلاه والسلام علمنا نواه في المجتمع. طب حد دلوقتي بيشوفني ويقول لي هو البلد لسه محتاجه مساجد؟ ده احنا عندنا على اول الشارع مسجد وفي نص الشارع مسجد وفي اخر الشارع مسجد، والدوله كمان دلوقتي والدولة ما شاء الله طبعا، وانتوا بقى كدور مساعد بالزبط. مع الدوله احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا في نبض الحياه مش بنبني المساجد في الاماكن المجتمعات الجديده اللي الدوله بتبنيها، ولا في المجتمعات القديمه في المدن والقرى اللي فيها مساجد. احنا بنروح لوزاره الاوقاف نقول لوزاره الاوقاف احنا شركاء معاكم في الخير اللي بتعملوه، انتوا بتبنوا مساجد ان شاء الله، عاملين مساجد في محافظات كتيره جدا، لكن عندكم خطه اسمها خطه الاحلال والتجديد. ايه خطه الاحلال والتجديد دي؟ يعني مساجد قديمه اتبنت من 100 سنه، من 80 سنه، من 70 سنه في قريه في الصعيد. والمسجد ده خلاص كان مبني بالمواد البناء القديمه، الحجاره والاسمنت البسيط وسقف خشب، عفى عليه الزمن خلاص. تقوم وزاره الاوقاف بتعمل ايه؟ بتصدر له قرار اسمه قرار اغلاق. لان المسجد اصبح قايل للسقوط وبقى فيه خطر على المصلين، ما ينفعش الناس بالظبط كده، ما ينفعش يصلوا في مسجد قايل للسقوط ممكن يقع عليهم ويسبب كارثه. احنا بنروح نقول لوزاره الاوقاف احنا عاوزين المسجد ده نتبناه في نبض الحياه ونعيد بنائه ونسلمه للناس ونقول لهم المسجد ده اصبح امن قادرين تصلوا فيه. طب السؤال هنا ليه اهل البلد ما بيحاولوش ان هم يعملوا ده بنفسهم؟ احنا في نبض الحياه ما بننزلش غير القرى الفقيره او القرى الاكثر فقرا، اللي هي بقى مش هيقدروا حتى لو حاولوا ان هم يعملوا ما عندهمش المقدره يعني، ما باليد حيله. هم اتبرعوا، الجدود اتبرعوا حته ارض وزاره الاوقاف بنت عليها مسجد من 70 80 سنه وخلاص على كده. كويس قوي ان انتوا بيتم العمل ده بالتعاون مع وزاره الاوقاف، علشان بعد كده بعد ما يتم يبقى فيه برضه تحت اشراف وزاره الاوقاف، فيبقى في المسجد زي ما هو من اهم المشروعات اللي ممكن نعملها، لكن هو من اخطر المشروعات اللي ممكن طبعا نعملها. لان هو بيقوم بالدور التنويري والتعليمي، مش فقط الناس بتروح تصلي فيه، وحتى مجرد الصلاه احنا محتاجين الامام اللي يقوم المصلين يكون على علم ديني على صحيح درايه ويقدر، واحنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني. صحيح. فيبقى لازم يكون ده تحت اشراف وزارة الأوقاف اللي هي ما يكونش بقى في بسبب المسجد كده لاي حد يخش يتكلم، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني اول ما بنى مسجد كان اول المسجد النبوي لما عمل، كان هو ليه؟ كان هو العلم وهو المناره طبعا. اللي هي يعني من خلالها هيكون
الفتح بتاع الاسلام وهيكون حضاره الاسلام. احنا بنتكلم دايما مساجدنا ليه بنشتغل مع وزاره الاوقاف لاكثر من سبب. النهارده في متصله كريمه كانت كلمتنا في المؤسسه وقالت لي انتوا بتجمعوا تبرعات المساجد، مش هي المباني واقفه؟ مش في قرار من مجلس الوزراء بوقف البناء؟ لا، احنا الوضع بالنسبه لنا مختلف، احنا بنعمل احلال وتجديد لمساجد اصلا حكوميه تابعه لوزاره الاوقاف، فهي مستثناه من قرار حظر البناء. النقطه الثانيه، انا بنيت المسجد، هو اعمار المسجد مجرد حيطان وسقف ولا اعمار المسجد ده في حاجات ثانيه منه؟ لا، اعمار المسجد انا ببني الحيطان والسقف وببني كمان الامام اللي هيكون موجود في المسجد والعامل اللي في المسجد والخطيب اللي في المسجد، علشان ان شاء الله لما المسجد يتم افتتاحه بعد فتره كبيره من اغلاقه يلاقوا فيه امام مستنير بيؤم المصلين، يلاقوا فيه دروس يعني وسطيه في المسجد، ولاقوا فيه كتاب يحفظ الاولاد القران الكريم. وده دورنا في نبض الحياه، نبني المسجد كبنيان وكمان نعمر المسجد بالصلاه وبالانشطه اللي بتحصل فيه. كويس قوي. طيب تعالى بقى نشوف مسجد الشهداء اللي انتم مفروض ان انتم دلوقتي المشروع بتاعكم القائم حاليا، ونرجع تاني نشوف مشروع مسجد الشهداء بقنا، ونرجع لحضراتكم. معانا بخير وهتنتهوا معانا على خير وما تسيبوناش ان شاء الله باذن الله. مسجد الشهداء بقنا ده المشروع الحالي اللي احنا شفناه دلوقتي وربنا يبارك لكم، ولكن قول لنا حكاية المسجد ايه؟ يعني زي ما شفنا في التقرير ان الناس طلبت منكم، احنا عندنا مسجد هنا محتاجين ان احنا نعمل له احلال وتجديد. اولا عاوز اقول لحضرتك ان ده مشروع حالي من 9 مشاريع مساجد في نبض الحياة. كويس. عندنا 9 مشاريع نبض الحياة على نفس المستوى احلال وتجديد لمساجد. لكن مسجدنا النهارده اللي هو مسجد الشهداء، المسجد كان مغلق من 10 سنين. الـ9 مشاريع دي بتتم دلوقتي بشكل متوازي. بالظبط. المسجد ده في محافظة قنا في مركز أبو طشت في قرية هناك. المسجد من أكتر الأماكن المتهالكة تماما في المحافظة. احنا لما نزلنا لوزارة الأوقاف عملنا بحث على المساجد القديمة والمتهالكة، لقينا إن المسجد ده مقفول من 10 سنين. ليه من 10 سنين؟ لأنه قايل للسقوط، زي ما شفنا السقف بتاعه القديم كان ممكن يقع على المصلين في أي وقت. لما بحثنا أكتر لقينا إن هو المسجد الوحيد في القرية. المسجد الوحيد، يعني الناس ما بتسمعش اذان بقى لها 10 سنين. تخيلي حضرتك، احنا لما قعدنا في ازمه كورونا في الفتره اللي فاتت وكنا نعدي من قدام المسجد والمسجد مقفول، كنا بنتاثر جدا طبعا، وكنا نسمع المؤذن وهو بيقول صلوا في بيوتكم، فيبقى الواحد عاوز يروح يصلي في المسجد وحاسس ان هو المسجد مقفول في وشه. طب الناس دي المسجد قافل في وشها قد ايه؟ 10 سنين خبر يعني مش صعب قوي يعني صحيح. طب اللي كان بيعوز يصلي كان بيروح فين؟ قريه ثانيه؟ يا لازم يروح قريه ثانيه. فتخيلي بقى ان صلاه الجمعه يروح قريه ثانيه. 10 سنين ده معناها ايه؟ معناها ان في طفل اتولد وعنده دلوقتي 10 سنين يعني في سنه رابعه ابتدائي وما دخلش مسجد. وفي شاب كان من 10 سنين ما دخلش مسجد وبقى عنده 20 سنه. بالظبط. بنتكلم او بقى بيدخل بقى بيروحوا في قريه ثانيه، ودي مشقه يعني. مشقه ان هو يروح قريه ثانيه. طب صلاه فجر يروح ازاي؟ طب ممكن يتعب او يكسل ما يروحش. بالظبط. ونرجع بعد كده زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه خالص، بنتكلم على الشباب بيجري ورا السوشيال ميديا ويجري ورا الفيديوهات ويجري ورا الحاجات دي، زي ما هو ما لقاش البيئه الصالحه اللي يقعد يتعلم فيها زي المسجد ده. هنا نبض الحياه قالت ستوب، الوضع ده لازم يتغير. المسجد ده مش هيفضل مقفول اكتر من 10 سنين. رحنا لوزاره الاوقاف، رحنا لفضيله الشيخ محمد الطلاوي. يعني هو البدايه بتجي لكم مثلا استغاثه قريه من قريه معينه. بالظبط. يقولوا لك مثلا احنا عندنا هنا، فانت تقوم واخد الحاله وتطلع بيها على وزاره الاوقاف. بالزبط. وتشوف يعني تدرس البيانات وتدرس امكانيات من خلال الوزاره. احنا بنسال وزاره الاوقاف سؤال مهم جدا، هل المسجد مدرج في خطه الوزاره لسنه او لسنتين قدام؟ لان لو الوزاره هتعمله يبقى خلاص احنا نوجه تبرعات اهل الخير اللي معانا المسجد تاني. رحنا لفضيله الشيخ محمد الطراوي، وانا حابب اشكره جدا جدا هنا على الهواء، فضيله الشيخ محمد وكيل وزاره الاوقاف في محافظه قنا. في نفس الجلسه واحنا قاعدين معاه ورينا له المسجد، قلنا له فضيلتك المسجد ده شكله بالوضع ده، قال انا عارف وبيجي لي هنا الشكوى من الناس كتير ان عاوزين يفتحوه لكن ما اقدرش افتحه. واخد الخطوه القويه او المسؤوليه الكبيره دي، والناس المسجد يتهد عليها. قلنا له احنا خلاص نبض الحياه قدمت الطلب. واحنا عاوزين نعمل اعاده احلال للمسجد ده. اخذنا الموافقه بفضل الله من الاداره الهندسيه لوزاره الاوقاف وبدانا نشتغل في المسجد. اشتغلنا ازاي؟ اشتغلنا بالحديد والاسمنت وبالرمل وبالزلط، تبرعات من اهل الخير اللي بعتوها لنا تبرعات عينيه. بدانا نقول للناس احنا عاوز تبعت تبرع مادي، تعالى اديني مبلغ عن طريق المندوب اللي بيوصل لحضرتك لحد البيت او عن طريق مكتب البريد. طب عاوز تبعت بنفسك للمسجد؟ ممكن تبعت بنفسك. اول دفعه اللي حضرتك شفتيها دي بعض اهل الخير بعتوا لنا حديد واسمنت واشتغلنا بالفعل. تمام. اشتغلنا وعملنا القواعد والسميلات والعمدان بتاعه المسجد. والنهارده الراجل في التقرير قال كلمه مهمه جدا وكلنا نسمعها. قال ايه؟ انتوا بداتوا معانا بدايه خير
جوه تسيبونا. عارف الناس حتى واحنا شغالين هم عندهم قلق. اكيد عندهم قلق وفرح طبعا، يعني اكيد فرحانين بيوم بيشوفوا المسجد بيتم بيتبني بالظبط، بيتبني تاني، وهيبقى في مسجد بشكل يليق بقى طبعاً بالناس طبعاً وادميه الناس ويكون امن. تعال نشوف جانب تاني من مسجد الشهداء في قنا ونرجع لحضرتك تاني، نشوف تقريرنا ونرجع تاني. المسجد الذي أتينا إليه من قبل، ويمكن حضراتكم فاكرين المصاحف اللي مسحت من عليها التراب والجدران التي كانت قد ذابت وتهالكت. هذا رأيته بنفسي وتجولت في هذا النجع، فوجدت أن هذا هو المسجد الوحيد للمصلين ومغلق منذ سنين. هذا المسجد الوحيد في البلد والكبير في البلد، فما فيش مسجد في البلد يلم الشعب ده كله ونصلوا فيه. الأطفال دي عايزين يبنوا لها مكتب تحفيظ قرآن عشان يطلعوا إيه؟ حافظين كتاب الله ويمشوا على سنة رسوله. والله أنا كبير سن ما معقدر أروح أصلي على الترعة في الجامع البعيد، ولا أقدر أروح أصلي في مطرح بعيد إلا في جنب البيت هنا. لذلك قمنا على الفور مؤسسة نبض الحياة، أعطينا أولوية للبدء في هذا المسجد. بدأنا باب خير، التعاون على إن إحنا نخلص المسجد هيسرع افتتاح المسجد. نرجو من الناس فاعلة الخير المساعدة بأي شيء على أهل البلد، ما مخلينش حاجة من جهدهم. يد عامنا شغالين، نجارة شغالين، نقل الطوب، نقل الأسمنت، نقل الرملي، نقل الزلط. أي واحد فاعل خير اللي قدروا عليه ربني يعملوا. مستني ايه؟ مستني لما ينتهي المسجد ده وينتهي غيره وغيره 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 وتخرج منها وانت خسران. والله انت الخسران، مفيش حد تاني خسران غيرك انت. يلا شد حيلك زي ما تبرعت في المسجد اللي فات واللي قبله واللي قبله، مستنيينك تاني عشان تكون في المسجد ده من جديد ومكتوب اسمك عند ربنا سبحانه وتعالى انك من عمار بيت الله جل وعلا. واضح زي ما شفنا من التقرير انه بدأته بشكل كبير وفاضل يعني خلاص تقريبا حاجات. ايه اللي فاضل بقى فيه عشان اكتماله؟ عملنا الحمد لله القواعد والسملات والعمدان بتوع المسجد، كده فاضل لنا نعمل السقف والطوب ونبتدي نشطب. طب ده خلاص يعني قرب الاكتمال ان شاء الله. ناس كتير جدا كانت بتتصارع ان هي تشارك في المرحله دي، مرحله القواعد والسملات، لانها كلها حديد وكلها اسمنت وحاجات اللي هي الصدقه الجاريه اللي عمرها طويل جدا. بس لسه الباب موجود، انا محتاج علشان اكمل المسجد ده 10 طن حديد عشان بقيه السقف بتاع المسجد. تمام. سقف والسلالم محتاجين 10 طن حديد وحوالي 50 طن اسمنت. تمام. طن الحديد النهارده سعره 9500 جنيه، وطن الاسمنت سعره حوالي 900 جنيه. يقدر اي حد بيشوف دلوقتي يشترط كده، يتصل بالمؤسسه ويقول التبرع بتاعي ده هتولي بيه طن حديد او هتولي بيه طن اسمنت، او انا بعمل صدقه جاريه على روح والدي او والدتي بحديد او باسمنت علشان يبقى صدقه جاريه وعمره ان شاء الله طويل جدا. تمام. او اتصل وقول طوب المسجد ده عندي، احنا محتاجين 30,000 طوب. واحنا النهارده بنفتح الباب وبنفتح كده مزاد الخير وبنقول المسجد ده عاوز 30,000 طوبه و10 طن حديد و50 طن اسمنت، اتصل واحجز لنفسك جزء منهم. تمام. وممكن حد من اهل الخير يقول والله المسجد ده فين، فنقول له ده في مركز ابطشت محافظه ايه، في خلاص السباكه بتاعه المسجد ده عندي انا هوديها. بيحصل معانا كتير جدا ناس من الخير يقولوا خلاص السباكه عندي او النقاشه عندي او الكهرباء خلاص انا متكفل بيها. لسه امبارح ناس من الخير ربنا يبارك فيهم في مسجد، بالمناسبه في مسجد في التجمع، قالوا احنا هنجمع من المسجد ثمن
ادوات الصوت والفرش الارضيه بتاع مسجد الاخلاص عندكم في الفيوم. كمان عندكم الفرش ولسه بالظبط. انا اتصل بيا متبرعين بقول لحضرتك عليهم من المسجد وجمعوا من المسجد بعد صلاه الجمعه 8 فرش عندنا مسجد في الفيوم. تمام. فهي نداء لكل الناس. المسجد الحمد لله بدانا في مسجد ده ومع 9 مساجد تانيين، ولكن النهارده مسجد الشهداء محتاج السقف عشان نستر الناس دي. هم دلوقتي لو يقدروا يفرشوا على الارض ويصلوا من غير سقف هيعملوا كده. هم خلاص اصبح عندهم مكان يصلي فيه. فمحتاج سقف، محتاج حيطان، محتاج تشطيب، محتاج ان كلنا نتعاون ونشترك مع بعض عشان باذن الله نخلص المسجد ده في اقرب ان شاء الله يخلص على خير. وشايفه ان هو ان شاء الله هيبقى على مساحه كويسه. ما شاء الله حوالي 350 متر ما شاء الله. وهيبقى يعني على دورين؟ دورين ان شاء الله، دور للدور المصلى الرئيسي بتاعنا ودور فيه مصلى السيدات ومكان لسه اسالك في مكان كريم. للسيدات؟ معلش. طبعا طبعا في مكان للسيدات. كويس جدا، كويس قوي. ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب وان شاء الله يكتمل على خير ان شاء الله. تعالوا نشوف تقريرنا برده من جانب اخر او الجانب الاخير من مسجد الشهداء بقنا ونرجع لحضرتك. اعظم مؤسسة عندنا هي المسجد. تخيل بقى ان اعظم مؤسسة دي كانت مغلقة لمدة طويلة جدا 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 لانه مفيش امكانيات تسمح بهدم وتجديد المسجد. تخيل معايا كده قرية بقالها 10 سنين المسجد الرئيسي فيها مقفول. تخيل ان الطفل اللي اتولد من 10 سنين لحد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه صلاة في مسجد، ما يعرفش يعني ايه يقف في صف ويصلي. انت بتصلي فين؟ مش بصلي. ليه؟ ملاقيش مسجد، المسجد بعيد. تخيل ان اللي كان محافظ على الصلاة من 10 سنين وضعه عامل ايه دلوقتي؟ هل مازال بيصلي ولا لا؟ احنا تعبانين. انا 82 سنة مولد 37، لما يكون عيان عن حبية واروح اخر الدنيا اصلي جرب لك لي والله ما يقول كده. هو من شهر بالضبط تم احلال المسجد واحنا دلوقتي في خطوات تجديده زي ما انت شايف ورا ظهري كده المسجد بالصورة اللي هو عليها. نناشد الأخوة المسلمين أن يساهموا في هذا المسجد وتشييده من أجل أن يصلى فيه وتأتي الصيبة لحفظ القرآن، صيبة المسلمين لحفظ القرآن الكريم. وكما نرى المسجد يحتاج إلى سقف ويحتاج إلى بناء ويحتاج إلى نجارة ويحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن الحاجة الآن نحتاج إلى 6 أطنان من الحديد، 50 طن أسمنت، 30,000 طوبة، نحتاج هذا حالا. تخيل الحاجات دي كلها وانت قاعد وبايدك انك تساعد ناس ان هي تقف من ايد ربنا سبحانه وتعالى، والناس دي فعلا مشتاقه ان هي يكون عندها مسجد ويتبني لها مسجد ويتعمر بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما لحقش القواعد والارضيات يلحق الاعمده، واللي مش لاحق الاعمده يلحق الجدران، واللي مش لاحق الجدران يلحق السقف، واللي ما لحقش اللي فات يلحق الارضيات والسيراميك. لو كل واحد فينا ضرب بسهم المسجد ده في غضون شهر او شهرين على اقصى تقدير هيكون انتهى. اللهم تقبل منا ومنكم. ربنا ان شاء الله ييسر ويكتمل على خير ويكون يعني معتمر بالمصلين والمصليات ان شاء الله، ويكون ليه دور تنويري وتعليمي وتثقيفي، وفي نفس الوقت محتاجين يكون في الوعي الديني الصح اللي عند الناس، لان برضو زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه ان زي ما الناس ماشيه ورا السوشيال ميديا في حاجات كتير بتمشي ورا السوشيال ميديا برضو في معلومات خاطئه في الدين، وعندنا حملتنا تصحيح المعلومات الدينيه والمفاهيم الدينيه الخاطئه. اكيد دور المسجد هيكون مهم جدا يعني.
لا كمان ده انا من الحاجات اللي كنت شفتها على السوشيال ميديا بقالها فتره وكانت عملت ترند، وكويس ان احنا نشير دلوقتي اليها، المساجد والحكومه بتهد المساجد والحكومه بتهدي المساجد، عشان كده قلت لك ده فيه وجايبين فيديوهات اصلا من خارج مصر تماما وبتتروج وناس عماله تشيرها. انا الحقيقه لما شفت الحمله القويه دي جدا قلت امال احنا بنعمل ايه؟ امال ده ايه؟ امال احنا في نبض الحياه بنشتغل مع مين؟ امال المساجد اللي بنبنيها دي بنبنيها لمين؟ امال التصريحات اللي انا لما بروح اخد موافقه مسجد من وزاره الاوقاف بلاقي الوزاره مخرجه مئات الموافقات لاهل خير كتير بيبنوا مساجد، امال المساجد دي بتتبني فين؟ امال لما انزل كل محافظه ادور فيها ويقولوا لي ده المسجد ده فيه متبرع ربنا يبارك فيه بيعمل له روح والده او والدته، والمسجد ده ربنا يبارك في اهل الخير اللي بيبنوه، والمساجد دي فين؟ مش عندنا في مصر؟ صحيح. لا اهل مصر ناس يعني طيبين ومعطائين وكلهم خير، وما يسمعوش ابدا عن مسجد بيتبني الا ويساهموا فيه. صحيح. وينفقوا فيه ويتبرعوا فيه ويصارعوا مع بعض ان هم يروحوا ويبنوا المسجد، وده اللي خلانا في مسجد الشهداء نقول احنا هنعمل اسهم كمان في المسجد ده. بنظام الاسهم، السهم قيمته 5000 جنيه، ساهم باللي تقدر عليه بسهم او اثنين او اكتر او حتى اقل من السهم، وقول السهم ده اكتب كده في الايصال مع المندوب اللي بيجي لحضرتك لحد البيت، سهم في مسجد الشهداء اللي في الصعيد اللي في ابو تشت اللي موجود هناك في محافظه إنا. وليه بقول كده؟ لان احنا عندنا مشاريع كتير، لكن يمكن المشروع ده انا شفته النهارده وتاثرت بيه وعاوز احط تبرعي فيه. هي دي نبض الحياه. صحيح. بتخصص التبرع للحاجه اللي حضرتك عاوزها بالتحديد، تكتب في الايصال، احنا بنبعت المندوب بتاعنا من خلال الارقام دي لحد البيت في اي مكان في مصر بيوصل ويحصل التبرع. ممكن حد يتصل كمان ياخد مننا رقم الحساب بتاعنا يبعت لنا على حسابنا البنكي او على حسابنا في مكتب البريد، وهتلاقوا الحساب باسم حمله بناء المساجد. لان احنا عندنا في نبض الحياه مساجد وميه ومقابر ومشروعات خير كتير، فاحنا مخصصين كل حساب لنشاط معين. عشان انا في نيتي احمل خير في بناء مساجد، يبقى تحط التبرع في حمله بناء المساجد في نبض الحياه، او ميه فيكون في حمله سقيا الماء في نبض الحياه. لكن المحصل لما يروح لحضرتك البيت قول له انا عاوز اشتري حديد للمسجد، او عاوز فلوسي تشتري فرش للمسجد، او عاوز فلوسي تساهم في كذا. وفي عندنا اختيار مهم جدا، اتصل وقول انا عاوز اروح المسجد بنفسي. نفسي حد من اهل الخير دلوقتي يكون بيسمعني ويقول هو المسجد ده ناقصه ايه يعني؟ حديد واسمنت وحاجات زي كده، انا هروح بنفسي اجيبهم للمسجد. خد رقم تليفون المسؤول هناك المقيم في القرية وروح هات بنفسك الحاجة، وزي ما نقول كده ولكن ايه ليطمئن قلبي، روح بنفسك المسجد. احنا مهمتنا ايه وهدفنا ايه؟ ان المسجد يتبني، فعندنا كل الطرق متاحة، تروح بنفسك، تبعت عن طريق رقم الحساب، تتصل والمندوب يروح لحضرتك لحد البيت بايصال طبعا رسمي من مؤسسه نبض الحياه. احنا تحت امر كل اللي عاوز يعمل حسب خير. يعني امكانيه اللي هو حبه ومرتاح فيه ودافع صدقه ازاي، فان صحيح. شاء الله باذن الله مقبول. ربنا يتقبل يا رب. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال الخير في امتي الى يوم الدين، صدق الذي لا ينطق عن الهوى. ان شاء الله الخير موجود، وان شاء الله تيجي تعمل المسجد على خير، نكون ضيوف تاني في البرنامج ونجيب المسجد واحنا بنفتتحه ونصلي فيه. حاجه جميله جدا، ان شاء الله نكون معاكم باذن الله. أشكرك جدا. أنا بشكر الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، بشكر حضرتك جدا، نشوفك إن شاء الله تاني على خير بإذن الله. نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا إن شاء الله تقارير وناخد مداخلات حضراتكم إن شاء الله، فقرة ممكن تكون تاخد وقت كويس بإذن الله، ربنا يبارك.